الرساله ديالي يعني على قول الله اكبر، الرساله ديالي للاداره ديال فريق حسنيه اكادير، الله يجازيكم بخير، الله يرحم ليكم الوالدين. الا كاين شي مشكل في وسط الاداره حاولوا تفكوه، لان راه شفنا واحد الميساج من عند الرئيس قال له ودي راه ما يمكنش واحد ما كيهضر مع واحد، راه كلكم واقيلا سقطوا الخبر هذا شفتوه، واحد ما كيهضر واحد ما كيحمل حتى واحد واحد كذا. هنا كنقول لهم صاروا في وسط الكرش كيدبزوا، يبع على الحكم يسوح ليك غير التماغن، ولكن اذا تغمن الحكم يسوح ليك غير تفك المشكل الحكم يسوح ليك. دونك المشكل ديال الحسنيه هو انه الا كاين شي حاجه في الكواليس في وسط الاداره ديال حسنيه اكادير خصهم يريحوا اطبل يفكوها، وبالتالي سينعكس ذلك ايجابا على اللاعبين وعلى الجماهير، وحتى اللاعبين ملي كيحسوا بانه راه كاينه تما ان واخواتها في الاداره راه كيخافوا. شتي كلش اخويا مصطفى داك النهار في المباراه فاش خرجوا كلهم كاعين وكوكبه واحده، وماشي من العويد ديال اللاعبين يديروا هكا، كيخرجوا كل واحد بوحده كل واحد وضحك ونشطوا بخير، ومع والانترفيو مع المنابر الاعلاميه داك النهار خرجوا واحد ثلاثه هما الاولين، وفي الاخر خرجوا كوكبه واحده، كلشي حاضرين الراس كلشي كاعي. دونك كاينه شي حاجه في وسط الاداره خاصها تقد، خاص يلقاو ليها حل، وخاص بعد اللي جاني يديروا الخدمه ديالهم كما يجب في التنظيم وفي التوعيه وفي التسويق وفي الاعلام كذلك، خاص توصلنا المعلومه في الوقت المناسب وفي الظرفيه المناسبه، واي والشده والفاده توصلنا على الحسنيه، ما نبداوش نقلبوا بيناتنا حنا كجماهير حسنيه اكادير الو اشنو كاين هنا انا شنو قالوا هنا شنو قالوا هنا، خاصنا المعلومه توصلنا كما بغيناها ووقت اللي بغيناها من المصدر والموثوق والحقيقي. وفي الاخير باش نسكت والشطر تفضل، خاص الله يجازيهم بخير نواكبوا هذه العولمه وهذا التطور وهذا كذا، خصنا نسوقوا البي بار انترنيت كما قلنا في الاول، عندنا راه محبين عندنا جماهير في شتى بقاع المملكه وفي شتى بقاع العالم، يعني راه كاين واحد من الجمهور اللي بالامكان ديالو يشري 15 بي 20 بي ويحطهم لواحد اللي جمعيات او الدراري ديال الالتراس اللي كنحييهم كنشكرهم، هاكوا هاد البيت هادو فرقهم على الدراري اللي كينقزوا الصور اللي كيغامروا بحياتهم، هذا راجع للطايش والتفكير اللي باش باقي صغير ما غاديش ندير ليه لعيب، ولكن يكون وجدتي ليه البيه بهذه الطريقه هذه كاين واحد اللي غادي يخلص 10 البيات 15 بيات تعطيه ليه، يدخل معزز مكرم ويخرج معزز مكرم، وخاصنا الخدمه هذا هو اللي كاين في الاخير. الله يرزقكم بخير، اليد في اليد كاداره كلاعبين وستاف ديالهم وكجماهير، وكنتمنى في الاخير يعني تكون بدايه ديال حسنيه اكادير هي النهايه ديال 10 دقائق الاخيره اللي لعبنا بها ضد بركان هي البدايه الحقيقيه، وتشربوا الشبايك ويتحركوا الشبايك ويتحرك الجمهور وترجع ديك التيكي تاكا الحسنيه وترجع ديك التبرصاوي ديال الحسنيه ورجع داك اللاعب الجماعي ديال الحسنيه، وراه واقيلا هنا راه ما بغيت كاع نسكت. والسلام عليكم ورحمه الله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.